تكوين مخضرم بين أوليائهن بالمراكز المعتمدة بولايتي سطيف وغليزان من قبل أكاديمية الأطفال العباقرة جينويس كايتس أكاديمي. الجزائر تصنع الحدث في المسابقة الدولية للحساب الذهني والرياضيات بدبي. 17 نابغة من أبنائها المشاركين يفتكون المراتب الأولى ويتوجون بكل استحقاق. رحيم، اليوم شاركنا في دبي في البطولة الحضورية ب 17 طفل في مجال حساب ذهني. اليوم حققنا نتيجة رائعة جدا بأنه فعلنا Champion of Champions والبقية كانوا كامل في منصة التتويج. رانا سعيدين بهذه النتيجة ورانا نأكد بأنه استراتيجيتنا في مجال تطوير الأطفال رائعة جدا. الإرادة القوية والعزيمة الفولاذية والذكاء الخارق صنع منهم الأبطال في هذه المسابقة العالمية من بين 500 مشارك، ليرفعوا راية الجزائر عاليا في المحافل الدولية، وهي التي رافقتهم منذ البداية ومدت لهم يد العون لتحقيق طموحاتهم وتمثيل بلادهم أحسن تمثيل. جدا سعيدين بدون مشاركة الجزائر، المغرب، مصر، الإمارات وجميع الدول المشاركة من دول في شرق أوروبا. جدا سعيدين بمشاركتكم، تجربة جديدة، مجموعة جديدة.